أنا إجا شخص وهو لبنان من أصول لبنانية ولكن أمريكي يحمل الجنسية الأمريكية ونقل لي رسالة من ديك تشيني نائب الرئيس كان وقتها وفيها إغراءات لها أول وليس لها آخر. أولا نشطب حزب الله على لائحة الإرهاب، يعني عفى الله عما مضى استعمل هذا التعبير لأنه نحن على لائحة الإرهاب في الحزب وفي أسماء أشخاص ونشطب أسماء الأشخاص. اثنين ثلاثة نعيد إليكم أسراكم، كان وقتها بعضهم الشباب بالسجن شعب الكريم والحجب وعلي الديراني والإخوان، نعيد إليكم كل الأسرى اللبنانيين نعطيكم إياهم، نرفع الفيتو عن مشاركتكم بالحكومة اللبنانية. نحن ما كان عنا علم أنه في فيتو، كان عنا تحليل يعني ما حدا قالنا في فيتو وقتها، وكل حال نحن وقتها ما كنا طالبين مشاركة، ويكون لكم حصة أساسية في الحكومة اللبنانية، نعترف بكم، نفتح أمامكم العلاقات الدبلوماسية بالعالم لأن احنا ما بنحصل على فيزا بأي مكان في العالم، كل القيود المحطوط عليكم بالعالم منشيلها. طيب نعطيكم مال، وقتها حكي عن ملياري دولار، مال ملياري دولار. أنا سألته قلت له يعني مليارين دولار لقلنا ولا الحكومة اللبنانية؟ قال لا لقلكم أنتوا لحزب الله بياخذوهم كاش يعني. طيب قلت له طيب مشان شو المال؟ قال مشان تساعدوا المناطق اللي تضررت بسبب من ال 82 لل 2000، يعني الناس بتحملكم مسؤوليه اعاده الاعمار وتقويه وضعكم الجماهيري والشعبي، يعني هالقد هو دارسنا. طيب قلت له ما شاء الله على هالكرم يعني، واكثر من هيك وتحتفظون بسلاحكم، لا نريد منكم ان تعترفوا باسرائيل كمان أحسن، فيك تضلك تخطب ضد إسرائيل قد ما بدك كمان منيح. نحن بدنا منكم ثلاث شغلات، أولا لا إطلاق نار في مواجهة إسرائيل. قلت له أنا طيب إذا إسرائيل اعتدت على البلد، إذا عملوا خرق دوي جوي بحري فاتوا خطفوا عملوا، ما لكم حق تشكوا على مجلس الأمن، بدنا نعطي التزام أنه يعني مسموح يبقى لحزب الله سلاح للداخل اللبناني لكن بشرط أن لا يطلق طلقة واحدة على العدو الإسرائيلي. اثنين عدم تقديم أي مساعدة للفلسطينيين، لا تعطوهم سلاح، لا تعطوهم ذخيرة، لا تعطوهم مال، تخطبوا ما بيأثر، لكن تدريب تسليح نقل إمكانات للفلسطينيين نقل تجربة نقل خبرة ممنوع، ما لكم خصة. ثلاثة التعاون في موضوع القاعدة، انه بتعرف كان مأزقهم هني انه بعد 11 ايلول بدهم اي حدا يتعاون معهم بموضوع القاعدة، هذا كان المطلوب، فنحن رفضنا يعني بالمطلق هذا الموضوع. احدهم طلع على تلفزيون قال بعظمة لساني انا مخبر عند الاوروبيين، فاجأني واستغربت ليش عم يحكي هيك، يعني انه هو نعم هو بيعطي معلومات لاوروبيين، هذا اوروبي هذا صليبي هذا لا اخوك ولا ابن عمك، وانت عمين عم تعطيه؟ عم تعطيه عن الاسرائيليين، عم تعطيه عن اهلك، عم تعطيه عن اولادك، عن جيرانك، بدل ما تشوف تتفاهم انت واهلك تعطي معلومات عن حالك حتى يعني شو شيء العماله غير هذا؟ شيء العماله غير هذا؟ شو التجسس غير هذا؟ نحن شو قالوا؟ قالوا رفضنا، لكن الاسرى رجعوا هنا، هذا واحد شرط. مش الامر الثاني السلاح بعد في حدا عم يحكي فيه؟ لا خلص بالعكس. الامر الثالث نحن صرنا بالسلطة؟ نعم. صرنا اقوياء؟ نعم. وتمكننا من البلد؟ نعم. شريحتنا متماسكة وممنوع حدا يزعجنا؟ نعم. مش هدي كمان شو صار؟ الامر الرابع
يا إخواني تتذكروا اللي بيتذكر منكم بال 2006 كان في حكي حاني إنه السعودية والخليج عم يضغطوا على الإسرائيليين بدهم الحرب تستمر بدهم كسر المقاومة في لبنان. مظبوط هذا مظبوط. هكذا السعودية كانت تضغط. لكن بأوامر أمريكانية بعد انتهاء الحرب بعشرة أيام تدفق المال السعودي والخليجي على الجنوب لإعمار الجنوب. مش السعودية دفعت بس بالإعمار 746 مليون دولار بس بالإعمار مش بأشياء ثانية. الكويت دفعت 300 مليون دولار. قطر عم بحكي أنا أرقام شفتها يعني، هلا ممكن واحد يقول لي لا في أرقام ممكن، بس عم بحكي أنا اللي شفته، أنا ما كنت عم بعد المصريات، أنا عم بحكي اللي قريته. قطر دفعت 450 مليون دولار، المجموع مليار و511 مليون دولار بس من ثلاث دول، الباقي ال 489 مليون دولار هي من باقي دول الخليج ومن دول الأوروبية ومن هون ومن هون. إذا اندفعوا الملياري دولار. هذا الأمريكاني استجاب لكل الشروط. في المقابل نشوف في المقابل وين؟ في المقابل من ذاك الزمان إلى اليوم الحدود الإسرائيلية آمنة طير ما بيقطع.